من الدنمارك، سامحني. كل سنة وانت طيب. هابي ثانكس جيفينج. تفضل. ألو، مرحبا، ربي يبارككم. أهلا كل وسهلا. كل يوم أنتم بخير، مو كل سنة. أهلا بيك. شكرا أخ هدير. أهلا وسهلا أهلا أخ بيك. باسم والموجودين. طبعا أريد أعلق على الكلام اللي قالته أخت منى ثاني بجسمه في لغة. أريد أقول يعني الرب يسوع إيش قد شفى ناس، إيش قد عالم بهم سرطانات. منو إجا وشكر؟ منو قال شكرا؟ منو؟ كثير من الناس الرب شفاهم، الرب حررهم كثير من القيود. وين هاي العالم؟ وين هاي العالم اللي هم كانوا 10 بس هسه ملايين؟ الرب ده يشفي ملايين من العالم، ده يشفيهم بس ما ده يجون ويشكرون الرب العظيم، ده يتكلون على 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 أناس آخرين، ما ده يقرون أصلا بفضل الرب يسوع على يعني بالشفاء لهم. فأكو هواي ناس رجعتها الأمراض بس ما يعرفون ليش. فهو الشكر مهم جدا، أنه واحد يشكر على الإحسان اللي وصل له، مو يتذمر عليه. والرب يبارك اللمة هاي ويكثر من عزها، ولرفع اسم رب المجد يسوع المسيح الناصري في كل المسكونة. أخ هدير قبل ما تروح، أنا أولا أريد أشكرك أخ هدير على مكالمتك المتأخرة. بالتأكيد ساعدكم حوالي الساعة 12 بالليل، 1 بالليل في دنمارك. إيه ساعة بس. طيب هذه 12 ساعة. أوكي. وأنا أشكرك على المكالمة وعلى تشجيعك، ويا ريت لو توصل الكلام عن القناة. أنت حتما جاي تشوفنا من خلال الدش الساتلايت. نعم. أوكي. تبلغ الآخرين في دنمارك عن قناة الفضائية الآرامية في أوروبا والشرق الأوسط. التردد. يعني موجود التردد. إيه. فأولا أنا أشكرك، ويا ريت أنه تكثر يعني من مكالماتك من هناك على برامجنا، وراح يكون عندنا برامج كثيرة في هذا الشهر، خاصة شهر 12 مناسبة عيد الميلاد، وراح يجون خدام آخرين مثل مصطفى، فراح نشوف مفاجآت كثيرة على شاشة الآرامية. أشكرك على المخابرة والرب يبارك فيك أخ هدير. العفو، الرب يبارككم كلكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك.